صلى الله عليكم يقول السائل في سؤاله ما هو أو ما هي شروط المناظرة؟ أولا المناظرة عند الضرورة التي لا يندفع الباطل إلا بها فيلجأ إليها حينئذ، وثانيا أن يحكمها سلطان عالم أو من ينيبه. نعم. وثالثا أن يكون هذا المناظر متمكن من الفقه في دين الله ومن أساليب القوم، وأن يرد عليهم من كتبهم. أما تصدي بعض الناس للمناظرات في القنوات الفضائية وغيرها فهذا ليس من عملي السلف الصالح. نعم.